Example 5. John broke the window with the hammer. والهامر معناها مطرقة. نلاحظ احتواء هذه الجملة على فعل واللي هو broke، حيث سيتم تمثيل الأوبجكت جون والأوبجكت بروك والأوبجكت ويندو والأوبجكت هامر كمستطيل. أصبح تمثيل الفعل بروك داخل المستطيل بريك، أي تم إرجاعه إلى أصله. وتم تمثيل نوع الفعل واللي هو باست كمستطيل، حيث العلاقة ما بين الفعل بريك وباست هي تايم، واتجاه السهم من الفعل بريك إلى باست. من القائم بالفعل بريك؟ جون، حيث تكون العلاقة ما بين الفعل بريك وجون agent، واتجاه السهم من الفعل بريك إلى جون. ماذا كسر جون؟ ويندو، حيث تكون العلاقة ما بين الفعل بريك وويندو object، لكون الويندو جماد، حيث سيكون اتجاه السهم من الفعل بريك إلى ويندو. جون كسر النافذة بواسطة المطرقة، حيث ستكون العلاقة ما بين الفعل بريك والأوبجكت هامر instrument، معناها بواسطة، واتجاه السهم سيكون من الفعل بريك إلى هامر، حيث أصبح تمثيل جملة جون بروك ذا ويندو with the hammer بهذا الشكل. Example 6. John gave Mary a book of data structure in the class. نلاحظ احتواء هذه الجملة على فعل واللي هو gave، حيث سيتم تمثيل الأوبجكت جون والأوبجكت gave والأوبجكت ميري والأوبجكت بوك والأوبجكت داتا ستراكتشر والأوبجكت كلاس كمستطيل. نلاحظ الفعل gave أصبح تمثيله داخل المستطيل give، أي تم إرجاعه إلى أصله. وتم تمثيل نوع الفعل واللي هو past كمستطيل، حيث العلاقة ما بين الفعل give وpast هي time، واتجاه السهم سيكون من الفعل give إلى past. من القائم بالفعل give؟ جون، أي العلاقة ما بين الفعل give وجون هي agent، واتجاه السهم سيكون من الفعل give إلى جون. لمن أعطى جون؟ لميري، حيث تكون العلاقة ما بين الفعل give وميري receiver، واتجاه السهم سيكون من الفعل give إلى ميري. ماذا أعطى جون لميري؟ book، حيث ستكون العلاقة ما بين الفعل give وbook هي object، لكون book جماد، وسيكون اتجاه السهم من الفعل give إلى book. أين أعطى جون الكتاب لميري؟ In the class، حيث ستكون العلاقة ما بين الفعل give والكلاس هي place أو location، أي المكان، حيث سيكون اتجاه السهم من الفعل give إلى الكلاس. نلاحظ في هذه الجملة عدم وجود علاقة مباشرة ما بين الأوبجكت داتا ستراكتشر والفعل gave، ولكن وجود علاقة مباشرة بين الأوبجكت داتا ستراكتشر والأوبجكت book، لكون الداتا ستراكتشر يمثل نوع من أنواع البوك، لذلك تم وضع النوع الأول من الأسهم واللي هو الإزء ما بين البوك والداتا ستراكتشر، والسبب هو من أنواع البوك هو الداتا ستراكتشر، حيث سيكون اتجاه السهم من البوك إلى الداتا ستراكتشر. لذلك نلاحظ عدم وجود علاقة مباشرة ما بين الأوبجكت داتا ستراكتشر والفعل gave، لكون الأوبجكت داتا ستراكتشر مرتبط مع الأوبجكت book.
عندها أصبح تمثيل جملة John gave Mary a book of data structure in the class بهذا الشكل. Example 7. Tom thinks that John likes football. نلاحظ احتواء هذه الجملة على فعلين، حيث سيتم تمثيل جزء جزء من هذه الجملة. الجزء الأول Tom thinks، حيث سيتم تمثيل الأوبجكت Tom والأوبجكت thinks كمستطيل. نلاحظ الفعل thinks أصبح تمثيل داخل المستطيل think، أي تم إرجاعه إلى أصله، وتم تمثيل نوع الفعل واللي هو present كمستطيل، والعلاقة ما بين الفعل think و present هي time، واتجاه السهم سيكون من الفعل think إلى present. من القائم بالفعل think؟ توم، أي ستكون العلاقة ما بين الفعل think وتوم agent، وسيكون اتجاه السهم من الفعل think إلى توم. الجزء الثاني من الجملة John likes football، لذلك سيتم تمثيل الأوبجكت John والأوبجكت likes والأوبجكت football كمستطيل، حيث نلاحظ الفعل likes أصبح تمثيله داخل المستطيل like، أي تم إرجاع الفعل إلى أصله، والعلاقة ما بين الفعل like و present هي time، حيث سيكون اتجاه السهم من الفعل like إلى present. من القائم بالفعل like؟ John، حيث ستكون العلاقة ما بين الفعل like و John agent، وسيكون اتجاه السهم من الفعل like إلى John. ماذا يحب John؟ يحب الفوتبول، أي ستكون العلاقة ما بين الفعل like والفوتبول هي object لكون الفوتبول جماد، لذلك سيكون اتجاه السهم من الفعل like إلى الفوتبول. نلاحظ في هذه الجملة وجود علاقة ما بين الفعلين، بمعنى وجود علاقة ما بين الفعل think والفعل like واللي هي propositional، حيث سيكون اتجاه السهم من الفعل think إلى الفعل like، والسبب هو توم يظن John likes football وليس العكس، لذلك أصبحت العلاقة ما بين الفعل think والفعل like هي propositional، واتجاه السهم من الفعل think إلى الفعل like. عندها أصبح تمثيل جملة Tom thinks that John likes football بهذا الشكل. ملاحظة مهمة جدا، في مثل هذا النوع من الجمل التي تحتوي على فعلين، وتحديدا عندما تكون هنالك علاقة ما بين الفعلين، أكرر، تحديدا عندما تكون هنالك علاقة ما بين الفعلين، عندها سيطلق على هذه العلاقة ما بين الفعلين propositional. Propositional. Example 8. Tom doesn't like a book. نلاحظ احتواء الجملة على نفي. في البداية سيتم تمثيل الجملة بدون نفي، ونلاحظ أيضا احتواء هذه الجملة على فعل واللي هو like، حيث سيتم تمثيل الأوبجكت Tom والأوبجكت like والأوبجكت book كمستطيل، حيث سيتم تمثيل نوع الفعل واللي هو present كمستطيل، حيث ستكون العلاقة ما بين الفعل like و present هي time، واتجاه السهم سيكون من الفعل like إلى present. من القائم بالفعل like؟ هو Tom، حيث ستكون العلاقة ما بين الفعل like و Tom هي agent، واتجاه السهم سيكون من الفعل like إلى Tom.
ماذا يحب توم؟ بوك. حيث ستكون العلاقة ما بين لايك وبوك هي أوبجكت، وسيكون اتجاه السهم من الفعل لايك إلى بوك. بعد الانتهاء من تمثيل الجملة بدون النفي، سيتم الآن تمثيل الجملة مع النفي. ملاحظة مهمة جدا، وجود النفي داخل الجملة لا ينفي الفعل فقط، إنما ينفي الجملة بأكملها. لذلك يتم وضع الجملة التي تم تمثيلها داخل مستطيل. ويتم وضع سهم يشير إلى المستطيل الذي يحوي على الجملة التي تم تمثيلها، حيث ستكون العلاقة على هذا السهم هي نيجاتيف أو نوت، بمعنى نفي. عندها تم نفي الجملة بأكملها. لذلك تم تمثيل جملة توم doesn't like a book بهذا الشكل. Example 9. أحمد drives a new silver car. نلاحظ احتواء هذه الجملة على فعل واللي هو drives، حيث سيتم تمثيل الأوبجكت أحمد والأوبجكت drives والأوبجكت new والأوبجكت silver والأوبجكت car كمستطيل. أصبح تمثيل الفعل drives داخل المستطيل drive، أي تم إرجاع الفعل إلى أصله، وتم تمثيل نوع الفعل واللي هو present كمستطيل، حيث العلاقة ما بين الفعل drive و present هي time، وسيكون اتجاه السهم من الفعل drive إلى present. من القائم بالفعل drive؟ أحمد، حيث تكون العلاقة ما بين الفعل درايف وأحمد هي agent، واتجاه السهم سيكون من الفعل درايف إلى أحمد. ماذا يسوق أحمد؟ سيارة، حيث تكون العلاقة ما بين الفعل درايف وكار هي object لكون الكار جماد، حيث سيكون اتجاه السهم من الفعل درايف إلى كار. نلاحظ في هذه الجملة عدم وجود علاقة مباشرة ما بين الأوبجكت نيو والأوبجكت سيلفر مع الفعل درايفز، ولكن وجود علاقة مباشرة ما بين الأوبجكت نيو والأوبجكت سيلفر مع الأوبجكت كار، لكون الأوبجكت نيو يوصف الأوبجكت كار. لذلك تم وضع النوع الثاني من الأسهم واللي هو إز ما بين الكار والنيو، والسبب تم وصف السيارة بنيو، حيث سيكون اتجاه السهم من كار إلى نيو. أما الأوبجكت سيلفر فيمثل لون السيارة، لذلك تم وضع العلاقة كلر ما بين الكار والسيلفر، والسبب هو لون الكار سيلفر، حيث سيكون اتجاه السهم من كار إلى سيلفر. لذلك نلاحظ عدم وجود علاقة مباشرة ما بين الأوبجكت نيو والأوبجكت سيلفر مع الفعل درايفز، لكون الأوبجكت نيو والأوبجكت سيلفر مرتبطة مع الأوبجكت كار. عندها تم تمثيل جملة أحمد drives a new silver car بهذا الشكل. Example 10. Monkey Emma grasps the banana with hand. نلاحظ احتواء الجملة على فعل واللي هو grasps، حيث سيتم تمثيل الأوبجكت monkey والأوبجكت Emma والأوبجكت grasps والأوبجكت banana والأوبجكت hand كمستطيل. نلاحظ تمثيل الفعل grasps أصبح داخل المستطيل grasp، أي تم إرجاع الفعل إلى أصله، وتم تمثيل نوع الفعل واللي هو present كمستطيل، وستكون العلاقة ما بين grasp و present هي time،
واتجاه السهم سيكون من grasp إلى present. من القائم بالفعل grasp؟ monkey، حيث ستكون العلاقة ما بين الفعل grasp ومونكي هي agent، وسيكون اتجاه السهم من الفعل grasp إلى monkey. بماذا أمسك المونكي؟ بالبنانة، حيث ستكون العلاقة ما بين الفعل grasp وبنانة هي الأوبجكت، حيث يكون اتجاه السهم من grasp إلى بنانة. بماذا أمسك المونكي البنانة؟ with hand، حيث تكون العلاقة ما بين grasp وهاند instrument بواسطة، وسيكون اتجاه السهم من grasp إلى hand. الأوبجكت إيما يمثل اسم المونكي، حيث تكون العلاقة ما بين المونكي وإيما هي name، واتجاه السهم سيكون من مونكي إلى إيما. hand اليد تمثل جزء من المونكي، حيث تكون العلاقة ما بين hand ومونكي هي part of، أي جزء، وسيكون اتجاه السهم من hand إلى monkey لكون الهاند تمثل جزء من المونكي وليس العكس. عندها تم تمثيل جملة monkey إيما grasp the banana with hand بهذا الشكل. Example 11. The CD is between book and magazine. حيث سيتم تمثيل الأوبجكت CD والأوبجكت book والأوبجكت magazine كمستطيل. نلاحظ احتواء هذه الجملة على between، حيث سيتم تمثيل between كعلاقة ما بين CD والبوك وما بين CD والمجازين، لكون السي دي موجود ما بين البوك والمجازين، حيث سيكون اتجاه السهم من السي دي إلى البوك ومن السي دي إلى المجازين. حيث تم تمثيل جملة The CD is between book and magazine بهذا الشكل. وبنفس الطريقة سيتم تمثيل الجملة التي تحتوي على among، حيث ستمثل among العلاقة ما بين الأوبجكتس،